كان من المفترض ان يكون هناك يعني ان الناس توجه التحيه لمستر مارسيل كولر على انه ادار هذه المباراه باحترافيه وادار هذه المباراه وعمل درس تكتيكي وخططي. بالمناسبه في هذا البرنامج ومن هذا الشخص في مباراه الكاس قلت ان فيريرا كان مدير فني على مستوى عالي ويستحق كل التقدير في مباراه الكاس ما بين الاهلي والزمالك اللي فاز فيها الزمالك بالمناسبه يعني. وكلنا لما بيجي سيره فيريرا في اي وقت لان هو يستحق، احنا مش بنعمل كده يعني بنتجبى ولا حاجه، لا، ولكنها دي الحقيقه ان مستر فيريرا قبل هذه المباراه اللي هي الاخيره كان الرجل ده بالنسبه لي انا كمان فنيا ممكن اقعد اتفرج عليه اشوفه بيعمل ايه فنيا، ولكن المباراه الاخيره يعني فيها كلام كتير جدا كان لا يصح ان هو يتقال في مثل هذه الظروف. وهنا انا بتكلم على الوقت الزمني اللي اشتغل فيه مستر مارسيل كولر، 6 أسابيع ادى بهذا الشكل عموما. لكن مستر فيريرا موجود مع نادي الزمالك من قبل كمان اعتقد نهايه الدور الاول في السنه اللي فاتت، وده كان بيدي تميز. كل المحللين قالوا ان ده بيدي تميز لمستر فيريرا على مستر مارسيل كولر في المباراه اللي هي الاهلي كسبها. فالحقيقه انا بس حبيت ان انا اوري لحضرتك علشان لو ما حدش قال لك تبقى عرفت. بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام.